بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة اللغة العربية. ها نحن نلتقي في الأسبوع الثاني ليكون اللقاء مع آيات عطرة من القرآن الكريم من سورة آل عمران. ولكن قبل أن نبدأ طلبتي، يجب علينا أن نعرف في صفحة 13 أن هناك عدة موضوعات تحدثت عنها آيات من سورة آل عمران، فهي سورة مدنية. آياتها التي بين أيدينا يدل على علو درجات الرسل، وقصة مولد ابنة عمران، وكفالة زكريا، وقصة مولد يحيى عليهم السلام، وبيان صفاته، ثم الحديث عن اصطفاء مريم عليها السلام وتفضيلها على نساء العالمين، وما رافق ذلك من معجزات تدل على قدرة الله عز وجل. أيضا تحدثت الآيات عن معجزات عديدة، منها تأكيدها على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقصة ميلاد المسيح ابن مريم عليه السلام ومعجزاته. طلابي، يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. هذا طلابي مجمل الحديث عن سورة آل عمران. سيكون لنا لقاءات أخرى بآيات أخرى من آيات سورة آل عمران. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بحفظ الله ورعايته.